شكرا لك العربي. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. بدايه، يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول بالدراسه والمصادقه مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات ومشروع قانون الماليه التكميلي لسنه 2022، اضافه الى عروض منها مراجعه البرامج التعليميه والكتاب المدرسي والتحضيرات الخاصة بستينية الاستقلال. في الانشغال الصحي، أشرف اليوم بالعاصمة وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد رفقة وزيرة البيئة سامية موالفي ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان على إطلاق عيادة صحية متنقلة للتحسيس والكشف عن داء السكري ومضاعفاتها. العيادة المتنقلة قافلة السكري تعمل ولأول مرة بنظام الطاقة الشمسية لتجوب مختلف ولايات الوطن. إن هذه العيادة الطبية المتنقلة مجهزة بوسائل الكشف والتشخيص وكذا أجهزة إلكترونية حديثة، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة من خلال النشاط المسند لهذه العيادات تهدف إلى تقريب العلاج من السكان في إطار مقاربة جروارية وتعزيز العلاقة مع الطبيب، حيث تعتبر الطاقة الشمسية خارج الشبكة حلا ناجحا اقتصاديا، وخاصة وأنها تدخل ضمن استراتيجية قطاعنا الوزاري ألا وهو وزارة البيئة، التي من أهم محاوره الانتقال الإيكولوجي التي يرتكز على الاقتصاد الأخضر. هذه العيادة تصل إلى كل مناطق الوطن ولها استقلالية فيما يخص الطاقات المتجددة لأنها تعمل بالطاقة النظيفة، زيادة على ما يسمى ببطاريات ستوكاج، دونك تعمل طيلة اليوم زائد أكثر من 8 ساعات بدون ما تكون مرتبطة بالكهرباء الكلاسيكي. أشرف الوزير والمنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبتريكي على اختتام فعالية التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة، وقد تم عرض بعض المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال التكنولوجيات المالية والبنكية، كما كانت المناسبة فرصة لتكريم الفائزين بهذه الفعاليات لتشجيع أصحاب المشاريع المبتكرة. أن موضوع التكنولوجيا المالية هو حاليا موضوع الساعة، كيف يمكن أن نسمح للتكنولوجيا أنها تساهم في مجهودات البنوك ومؤسسات المالية لشركة التأمين إلى آخره لتقديم خدمات مبتكرة للتحول الرقمي ولتعزيز الشمول المالي. انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال والورشة الخاصة بمناقشة آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في مجابهتها. الورشة فرصة لعرض تجارب الدول العربية في إطار فعالية الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية التي ستعقد غدا بالعاصمة. هذه الجائحة أثرت على العالم بأجمع، وكانت المفاجأة بأن دولنا تحدت هذه الأزمة ولله الحمد، يعني خرجت بأقل الخسائر، سواء الخسائر البشرية أو على مستوى الوظائف أو كيفية تدعيم المشاريع الصغيرة والحفاظ على عمال اليوميات الذين يعملون باليومية في ظل انقطاع العمل بالكامل في العالم والإقفال الذي حصل. لا، دولنا العربية كانت متميزة بتجاوز هذه الأزمة بشهود الكل، وهذه الأزمة لا تعني فردا بل تعني العالم أجمع. في ظروف حسنة، انطلقت صباح اليوم أول رحلة من المطار الدولي أحمد بن بلة بوهران نحو البقاع المقدسة وعلى متنها 300 حاج لأداء مناسك الحج. محمد سلمية. تتأهب جموع الحجاج وقبيل ساعة من مغادرة المطار الدولي أحمد بن بلة بوهران
نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. احنا بصدد تلبية نداء الرحمن هذا العام ان شاء الله بعد السنين اللي فاتت هذه تاع الكوفيد. شعور ما نجيش نعبر لك عليه، هذه من 2019 راني نستنى فيها هذه اللحظة. والله يشكر ويحفظ بلادنا وولاية امورنا والسيد الرئيس ان شاء الله يا ربي على التسهيلات. العملية عرفت تأطيرا محكما من قبل إدارة المطار والسلطات المحلية حرصا على السير الحسن لمزاولة الرحلة. على متن هذه الرحلة 300 حاج، عدد الرحلات 17 رحلة، 15 رحلة مع الخطوط الجوية الجزائرية ورحلتين مع الخطوط الجوية السعودية. آخر رحلة سوف تكون يوم 4 جويلية. الخطوط الجوية الجزائرية مجندة تماما من أجل نقل الحجاج نتاعنا في أحسن الظروف، كذلك يعني الوزارات الأخرى سواء وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الدينية، وزارة يعني التضامن، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كلهم مجندين من أجل يعني توفير كل الظروف الجيدة ولأداء هذا المنسك. نجاح تأطير العملية لا يتم إلا بتضافر الجهود بين السلطات المحلية وفعالية المجتمع المدني. يرافقون الحجاج من دخولهم إلى المطار مرورا بعد المصالح نتاع البنكة ونتاع الخطوط الجوية الجزائرية والصحة ويعطوهم توجيهات. هذا يدخل ضمن دور الكشافة الإسلامية الجزائرية في خدمة وتنمية المجتمع وفي مرافقة السلطات المحلية ومرافقة في كل ما هو يعني يساهم في خدمة المواطنين وخدمة الحجاج. تجدر الإشارة إلى أن عدد الرحلات التي ستنطلق من مطار وهران تقدر ب 17 رحلة وعلى متنها 5100 حاج. في قطاع الفلاحة وبفضل التسهيلات التي قدمتها الدولة في مجال الري التكميلي، ولاية سوق هراس تنتج كمية معتبرة من الحبوب خاصة وشح الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال هذا الموسم. عمار طبالة. نتائج متباينة أفرزتها حملة الحصاد والدرس بولاية سوق هراس، فالمردود جيد في بعض المناطق عكس الأخرى، والسبب هو قلة التساقطات المطرية وتذبذبها خلال الموسم. المنتوج شويه، المنتوج حنا جبد علينا المناخ، جبد علينا المناخ، قلت شويه غلبانة الحيه. ايوا وتلم الشعير كما ما تلقاش كيماك. ايوا والقمح عيان خلاص، القمح ناقص مطر وضربوا الشيلي. النسبه تاع كما قلت لكم ترتفع تاع المردود يعني بالنسبه للكتار، فيها عوامل اخرى طبيعيه وكاين عوامل تاع السقي التكميلي، وكذلك ساعدنا في الابار بالعام هذا كانت فيها تسهيلات في حفر الابار على مستوى اللي تجاوزنا 80 بئر عميقه جديده، اللي ان شاء الله نوصل في المويه في بعض الاماكن حتى 40 قنطار في الكتار، وعندنا الطموح تاعنا اكثر بنوصل حتى 60 ان شاء الله. تعاونية الحبوب والبقول الجافة وضعت كل الإمكانيات اللازمة تحت تصرف الفلاحين لجني المحصول وتسعى إلى رفع قدرات التخزين التي أصبحت لا تسع المنتوج خاصة في المواسم الجيدة. القدرة الإجمالية للتخزين تفوق 800 ألف قنطار، منها عندنا ثلاث مخازن كبرى موزعة على صدراتها مدوروش وسوق هراس، وكاين 16 نقطة تجميع أخرى موزعة على مختلف بلديات الولاية، منها المغطات ومنها الغير مغطات. تشهد زراعة الحبوب توسعا بالولاية، وذلك بسبب الدعم المشجع الذي تقدمه الدولة لهذه الشعبة، والهدف تأمين الغذاء وتقليص فاتورة الاستيراد. تنمويا وبهدف تحسين الإطار المعيش للمواطن، استفادت ولاية ورقلة من عدة مشاريع في قطاع الأشغال العمومية على غرار إعادة تأهيل الطرقات وصيانتها. نسيمة جوجيلا. تهيئة الطرقات وفق معايير مدروسة واحترام شروط راحة الراكب والمركبة هدف حفز على استحداث مشاريع على مستوى أحياء عديدة بولاية ورقلة. كنا نشكي من نقص قنوات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، الحمد لله تحققت بعض الإنجازات. ماذا بين التطوار القدر وماذا بين الحالة تكون نقية ونظيفة ومريقلة. استفادت الولاية بالمبلغ إجمالي 150 مليون دينار يعني 15 مليار دو سنتيم، وقسم هذا المبلغ إلى 4 حصص. الأشغال انطلقت والمقاول تعهد باش يمد لنا المشروع في أجل نتاع شهر ونصف. شبكات التطهير شهدت توسعة على مستوى القنوات الرئيسية والثانوية لرفع الغبن ولتدارك مشاكل أرقة المواطن، والتوسعة حتما ستخفف الأزمة.
كان مشكل تاع الطريق ما بين الجامع وكاين واحد النزاع تاع واحد المواطنين تما، وكاين لاسينيسمو هنا ماهيش كامله، الناس راهم دايرين لي فوس، دايرين حفر لي فوس ودايرين لي فوس واللي ما يمشي تما. لحد الان مازال ما كملوش المشاريع. كوليكتور برانسيبال منجز منذ 2019، يبقى لي ريزو سيكوندير تيريسير هذوك الخرجه هذه كانت إشارة الانطلاق لهذا المشروع اللي هي الشبكات الثانوية والثالثية. مشاريع تنموية مست قطاعات مهمة بغية التكفل بانشغالات المواطن في انتظار تدارك نقائص أخرى قيد الانتظار. على مساحة 21 هكتارا يتربع المركز الجهوي لتجمع الفرق الوطنية بعين السيلان بولاية خنشلة. هذا الصرح الرياضي من شأنه الرقي بقطاع الشباب والرياضة بالولاية، إلا أن بعض العراقيل تحول دون تجسيده على أرض الواقع. عبد الرحمن شبح. مشروع إنجاز المركز الجهوي لتجمع الفرق الوطنية بعين السيلان من أهم المشاريع التي من شأنها دفع وتيرة تقدم الحركة الرياضية والسياحية بولاية خنشلة، وهذا لاحتوائه عدة أجنحة هامة. عندنا هنا كومبلكس، عندنا ستاد تاع دو ستاد تنس، عندنا ستاد تاع فوتبال، عندنا بلوك جيمناز، عندنا بلوك ريكيبيراسيون، عندنا بلوك اوتيل، عندنا بلوك لوجمون، عندنا بلوك بيسين أو سومي أولمبيك. بهذا المرفق هذا راح يخلينا نستثمر في هذا المجال هذا، وراح تفتح تعطى فرصة لكل الفرق تاعنا باش يكونوا ضيوف تاع ولاية خنشلة، وراح يكون كل المرفق هذا راح يكون فيه كل المتطلبات تاع التربصات يعني على أعلى مستوى. هذا المكسب الهام الذي سيكون مزودا بأحدث التجهيزات الرياضية يعتبر من بين أهم المجمعات الكبرى التي تم إنجازها على المستوى الوطني في انتظار تسليمه أواخر هذه السنة. لازم هذا المشروع يكمل بإذن الله في يعني آخر سنة يعني ديسمبر 2022 حتى نخليه يعني هذا المركز، هذا القطب الرياضي يدخل في الخدمة، وهذا يعني لترقية الرياضة بصفة عامة، وكذلك راح يلعب دور آخر هو ترقية السياحة على مستوى ولاية خنشلة. إعادة بعث هذا المشروع الذي عرف تأخرا كبيرا سيكون له انعكاس إيجابي على التنمية بولاية خنشلة من الناحية الرياضية والسياحية وكذا الاقتصادية. تزامنا وفصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، مسابح جوارية جديدة بولاية طمنراست تستقطب الشباب والأطفال للترفيه والتسلية تفاديا لمخاطر السباحة في الوديان. هارون لوميتي. الارتطام بمياه المسابح الترفيهية هو هروب من نفحات الشمس يرتاد هؤلاء هذه الأحواض التي تحتويهم والتي تلطف الجو لكل من زادت المسافة بينه وبين شواطئ البحر. اليوم جينا نصيف ونبرد شوية على رواحنا، والله اليوم سخانة وهكا وجينا نبرد في هذا البيسين، والله ونضيف الله يبارك. البيسين نظيفة مليحة باردة خاصة في هذا الوقت تاع السخانة في طمنراست. راكم تشوفوا رانا نتعلموا في الولاد نعسوا فيهم. رانا نعسوا فيهم على جال الإصابات على جال كذا، نوعيوهم مخاطر السباحة وكذا منا ورانا إن شاء الله واقفين عليهم. وللاستغلال الأمثل للهياكل الرياضية المسخرة من طرف الدولة وتدعيما للطاقات الشبانية والمساهمة في ترقية الرياضة، وضعت مديرية الشباب والرياضة بولاية طمنراست برنامجا خاصا لهؤلاء الشباب طيلة فصل الصيف. درنا استراتيجية كبيرة بالنسبة للتأطير على مستوى هذه المسابح، وادنا تربصات وطنية على مستوى هذه الولاية لكي نستفيد من خبرة المناطق الشمالية لكي نطبقها على مستوى هذه المسابح في التسيير الحقيقي لهذه المسابح. ونظرا للتوسع العمراني لعاصمة الأهجار طمنراست، تدعمت الولاية بعشرة مسابح جديدة وأخرى موزعة في جل بلدياتها.
انتقلت صباح اليوم إلى رحمة الله الزميلة الصحفية بتلفزيون العمومي بقناة كانال الجيري صبرينا خليفي عن عمر ناهز 37 عاما إثر وعكة صحية. الفقيدة التحقت بالتلفزيون العمومي سنة 2006 بصفتها صحفية محققة في برنامج بونجور دالجيري، وإثر هذا المصاب الأليم يتقدم المدير العام للتلفزيون العمومي شعبان لوناكل باسمه وباسم كافة إطارات وعمال المؤسسة بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيدة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. دوليا وفي إسبانيا أصبح التحور الدبلوماسي للحكومة يكلف مدريد ضريبة أكبر أثارت رفض الطبقة السياسية لانزلاقات سانشيز المتكررة رئيس الحكومة الأكثر استدعاء للمساءلة من قبل منتخبي الشعب. نجوى جدي. عقود من البناء السياسي والعلاقات الهادئة والتعاون الوثيق بين الجزائر وإسبانيا عصف بها رئيس الوزراء الإسباني بعدما هدم جدار الثقة بين البلدين بموقف متحول مفاجئ حيكت تفاصيله في مؤامرة خبيثة مع المخزن ذهبت حد التلاعب بحقيقة التاريخ ومنظومة القيم. هكذا كان دور رئيس الحكومة الإسباني الذي بلغ سن اليأس السياسي مبكراً بعدما نجح فقط ومنذ قدومه في تعميق الاختلافات ونزع التوافقات. هنا بمجلس النواب تم استدعاؤه لثلاث مرات متتالية منذ الكشف عن رسالته مجهولة النسب تلك، والتي يحاول فيها التلاعب والمساومة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بالتواطؤ مع المحتل المغربي، لكنه لم يقنع ولم يقنع. مرة أخرى ترسل التشكيلات السياسية على رأسها حزب بوديموس وحزب فوكس اليميني والحزب الليبرالي وحزب الشعب في الهيئة التشريعية دعوات لمساءلة سانشيز عقب تسببه في تأزيم العلاقات مع شريك استراتيجي كالجزائر. لقد أعلنت الجزائر تضرر العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا بشدة، ولن يتم العودة لعلاقات طبيعية، وكانت الجزائر تنتظر توضيحات مسبقة من موقفكم. أنت وحكوماتكم زدتم الطين بلة، وكل ما قمتم به عمل أحمق زاد من تأزم العلاقات. إن هذا الأمر يشكل كارثة سياسية ودبلوماسية تسبب فيها وبشكل حصري سوء التسيير لدى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وافتقاره للنظرة السياسية القويمة، بما أثر بشكل خطير على العلاقات بين البلدين. نقد ورفض يبدأ ولا ينتهي من الطبقة السياسية ورجال الأعمال والإعلام، يترجم سياسيا بأن رئيس الحكومة الإسباني أصبح غير مرغوب فيها وأن دوره ككمبارس فاشل قد انتهى، وهذا ليس بغريب عنها بعد أن لقبت طيل مسيرته بالبديل. إن المشكلة في هذه القضية ليست إسبانيا بل سانشيز. أنا أقول أنه ما دامت هذه الحكومة قائمة فليس هناك ما يمكن فعله. ما يثير التحفظ أن يصبح الخطاب الإسباني تابعا لخطابات تملى عليه بلا تمحيص بعيدا عن تقييم الأوضاع والعلاقات بمعايير موضوعية. للتذكير فقط، فقد يكون سانشيز قد تناسوا المخزن بأن التاريخ لا يخضع للمصالح الضيقة ولا يكتب على مقاس الجغرافيات. أصدر البرلمان الكاتالوني بإسبانيا قراراً يؤكد ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني حسب ما أورده الإعلام الإسباني، الذي ذكر بأن لجنة العمل الخارجي والشفافية والتعاون بالبرلمان الكاتالوني أقرت في 16 جوان الجاري مشروع قرار يؤكد ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل من هذا البرلمان الإقليمي أول هيئة تشريعية في أوروبا تتهم المحتل الصهيوني بهذه الجرائم. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى الختام. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. ألقاكم أخيرا.